السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بتبدأ الحلقة 25 من مسلسل لؤلؤ بدخول بدر المستشفى، وطارق بيقول له انت مين؟ قال له انا بدر بودا. قال له مين يعني، انت معجب ولا الجمهور كله؟ انا. قال له لا انا معجب بس. قال له اسمك ايه يا معجب؟ قال له بدر ياسين. قال له وعايز ايه انت؟ اي نجم بتجري وراه بتحب على نفسك يعني ولا ايه؟ قال له لا انا مهندس وعندي ورشة عربيات وبروش العربيات، لو عاوز تروش عربيتك تعالى عندي. قال له لا انا كبرت على الحاجات دي. قال له بعدين ايه انت نظامك يعني، انت عايز ايه؟ قال له انا جاي اطمن على لؤلؤ لان انا احد الجماهير بتاعتها مش الجمهور كله. قال له بعدين يعني؟ قال له بقول لك ايه. قال له انت صاحبني؟ وقال له غور في داهية ويلا من هنا وامشي ومش عايز اشوفك تاني. وطارق اتنرفز عليه وطرده من المستشفى، اللي امر اللي كان صادم جدا لبدر، وبص الدهشة غريبة جدا من بدر، بصة غريبة من لطارق اللي اتنرفز عليه وزي ما انتوا شايفين كده وزعق فيه وقال له غور من هنا وامشي واطلع برا ومش عايز اشوف وشك تاني هنا يا بدر ياسين. انت كاميليا بتقول لمنير انا كنت ظالمة لؤلؤ، البنت كانت بتحبني بجد بس انا طلعت غبية وما اديتهاش فرصة. وقال لها منير ايوة انت المفروض كنت تحتويها لانك انت نجمة كبيرة، ولكن انت ما استعجلتي. قالت له اوعدك ان انا مش هعمل كده تاني وهركز في شغلي بس زي ما انت قلت يا منير. قال لها ان شاء الله هتبقي احسن وكده، انت بدأتي الطريق الصح يا كاميليا. اللي ندمت على المواقف اللي عملتها مع لؤلؤ. اكرام مامة لؤلؤ كانت داخلة الفيلا وركب العربية وقابلها سيد وقال لها انزلي يا اكرام، انزلي يا اللي بتسخني بنتي عليا، انت ولؤلؤ قاعدين هنا في الفخامة والملايين اللي زي الرز وسايبيني انا في الشارع زي الكلاب. قالت له امشي يا كلب يا واطي قطع لسانك، انت اللي دمرتنا، انت المفروض تخش النار دنيا واخره، ايه اللي جابك هنا؟ ومجدي قال له ايه يا سيد، مش انا قلت لك ما تجيش هنا ولا تهوب هنا تاني؟ قال له يا باشا انا جاي اطمن على بنتي، ومش الدين قال انت ومالك لابيك؟ انا عايز حقي من العز والمال اللي هم بيتمرمغوا فيه دلوقتي. قال له انا هتسجنك يا سيد، شكلك عايز تتسجن. قال له نبيل كتفه لغايه ما ننده البوليس. قال له هتقول للبوليس ايه؟ ان انا جاي اطمن على بنتي. واكرام مامت لؤلؤ فضلت تشتم فيه وتضربه وتقول له غور من هنا وابعد عن طريق بنتي، ولو ما بعدتش انا هقتلك واخش السجن، لكن المره دي هخش السجن وانا مرتاح عشان هخلص لؤلؤ من شرك ومن انف عيالك يا راجل يا واطي. ومجدي امر نبيل انه ياخد سيد ويكتفه لغايه ما البوليس يجي، وفعلا نبيل اخده. واكرام مامه لؤلؤ قاعده تدعي عليه وتقول له انت ضيعت عمرنا وعايز تضيع اللي جاي، حرام عليك يا شيخ، منك لله، حسبي الله ونعم الوكيل فيك، امشي يا سيد. وفعلا الامن اخده وبعدوا عنهم. ومجدي قال لمامة لؤلؤ اركبي يا ماما وروحي انت البيت وملكيش دعوة باي حاجة. وقال لنبيل خلي بالك منها وهي ركب العربية، قالت حسبي الله ونعم الوكيل. في الوقت اللي كان طارق فيه في المستشفى وبيأكل لؤلؤ، والممرضة بتقول لها انت اتحسنت كتير والحرارة نزلت والضغط اتظبط، وعلى فكرة طارق بيه ما سبكيش طول الليل، ربنا يخليكوا لبعض شكله بيحبك قوي. وقال لها كل يا حبيبتي. قالت له لا مش قادرة. قال لها خلاص براحتك يا لؤلؤ. قال لها على فكرة بدر جه هنا. قالت اتصدمت طبعا لؤلؤ. قالت له بدر مين؟ قال لها ازاي ده ما تعرفوش، ده اكبر معجب بيكي. ومجدي ومروه سلموا عليه وقالوا انه من اكتر المعجبين بيكي واكتر الفانز اللي بيلف الحفلات معاكي. قالت له لا ما اعرفوش طبعا، ممكن يكون اخد لقطه معايا او صوره وبعد كده انا مش هفتكر المعجبين دول كلهم. ثم احنا في ايه ولا في ايه يا طارق؟ قال لها على رايك احنا في ايه ولا في ايه. وكانت مصدومه طبعا جدا.
لؤلؤ، ولكن بدأ الشك على طارق في عينيه. ونهال جت تزور لؤلؤ وبتطمن عليها وبتقول لها عاملة ايه، قالت لها الحمد لله كويسة، قالت لها ما تقلقنيش تاني عليكي، وقالت لطارق النهاردة عندك ميتنج وميعاد عمل مهم جدا وما ينفعش يتأجل الأسبوع الجاي. قال لها ازاي يعني انت مش شايفة لؤلؤ تعبانة، هسيبها ازاي يعني دلوقتي؟ لؤلؤ قالت له لا يا طارق، روح شوف شغلك، انا هبقى كويسة وما تقلقش عليا. قال لها خلاص يا حبيبتي، ولو عوزتي اي حاجة اتصلي بيا هجيلك في ثانية واحدة. وفعلا خرج طارق مع لؤلؤ وساب مع نهال، وساب لؤلؤ في حيرتها وصدمتها من وجود بدر في المستشفى. وطارق بيقول لنهال انا هكنسل الميتنج ده علشان انا مش فايق، والميتنج ده هيبقى فيه قرارات مهمة. قالت له لما انت كنسلته امال سبتها ليه؟ قال لها لا انا رايح المكتب اظبط شوية حاجات. في الوقت اللي داليا وامها بيتفقوا على الخطة اللي هيعملوها على طارق عشان يلغوا كذبة الحمل دي، فبتقول لها انت يا ماما بعتي له فويس نوت مسج على الواتساب تقولي له ان انا وقعت والبيبي مات في بطني وجالي تسمم حمل، وانت تبعتي له رسالة وان حالتي النفسية سيئة جدا وانا تعبانة والبيبي مات عشان نخلص من الكدبة دي. لؤلؤ بتقول لمجدي ومروة مش تقولوا لي ان بدر جه هنا او قولوا لي ان طارق عارف؟ قالوا لها احنا هو طارق سألك؟ قالت له ايوه. قالت له ما انا بقول لكم ليه، ما قلتوش ليه ان بدر جه؟ ده سألني وفضل يسأل عليه وانا قلت له ما اعرفوش. ومروة طبعا قالت لها ازاي لما احنا قايلين له انه اكبر معجب بيكي واكبر حد بيحبك وهو اللي بيحبك مش طارق. ومروة قعدت تسخن فيها، قالت لها اسكتي انت. ومجدي قال لها اسكتي انت بس. ومجدي قال لها يا ريت نركز في شغلنا بقى يا لؤلؤ وكفايه كده. وقال لها كاميليا جت زارتك هنا في المستشفى؟ قالت لها قالت له ازاي فعلا زارتني هنا وانا ما كنتش واخده بالي، ولا انا كنت بخرف. وراها الصوره اللي على السوشيال ميديا ودخلت مامت لؤلؤ بتقول لها يلا جهزي نفسك عشان البيت من غير الكئيب، وبتبص على مروه بتلقح الكلام عليها، ومبين جدا ان مامت لؤلؤ متضايقه من مروه. ولؤلؤ بتبص لمروه بتقول لها ايه ماما مالها ومالك؟ فمجدي قال لها لا ده اصلا القبول عندك يا مروه واقع بصراحه جدا وانت مش مقبوله. ومامة لؤلؤ بتقول لمجدي أنا رايحة كافتيريا أشم هوا عشان الأوضة بقت بتخنق، وبترمي نظراتها على مروة اللي بتبقى متضايقة جدا. ولؤلؤ بتقول لها كله إلا أمي يا مروة، قالت لها أنا ما عملتلهاش حاجة. ومجدي بيقول لؤلؤ كاميليا جت لك في المستشفى وزارتك؟ قالت لها قالت له إزاي؟ يبقى أنا كنت بخرف، أنا أفتكر نفسي كنت بخرف من التحاليل والأدوية. قالت له انت عرفت ازاي؟ قال لها عرفت من دي. وراها الصوره بتاعت السوشيال ميديا اللي منزلاها كاميليا او بمعنى صح مدير اعمالها، ومكتوب الممثله المغنيه الكبيره كاميليا بتزور الفنانه الصاعده لؤلؤ. ولؤلؤ شافت الصوره وزعلت جدا، قالت دي كاميليا بتعمل بنت على قفايا وبتستغل رقدتي ومرضي ودي حاجة مش حلوة أبدا. قالت له خد يا مجدي خلاص التليفون بعد ما شافت الصورة بتاعتها وبتاعت كاميليا اللي منزلها على النت في ظل إن مجدي متضايق. طارق بيسمع الرسالة الصوتية الفويس نوت من والدة داليا اللي بتقول له فيها إن داليا سقطت البيبي وتعبانة جدا وحالتها النفسية سيئة، وبيقول يا كدابين يا ولاد اللذينة يا نصابين. وبيخش عليه عمر وبيقول له يا عمر انا عايزك تجمع لي كل المعلومات عن واحد اسمه بدر ياسين ده في المعادي عنده ورشة عربيات. قال له اجيبه لك متكتف يا باشا. قال له انا قلت كده، انا بقول لك تجيب لي تقرير عنه معلومات وما تجودش من عندك ارجوك. قال له خلاص يا طارق باشا اعتبره حصل. قال له تنفذ دلوقتي يا عمر، وعايزك تجمع لي كل المعلومات عن الولد ده
قال له حاضر يا طارق باشا. ورجعت لؤلؤ بيتها هي ومامتها ومروة، وقالت لها ارتاحي بقى انت شوية، انا هعمل لك شوربة عشان تقوي نفسك. ومروة بتقول لها انا هساعدك يا خالتي، قالت لها لا مش محتاجة مساعدة حد، وصدتها. ولؤلؤ لاحظت المعاملة السيئة من مامتها لمروة، وبتقول لها على فكرة مجدي عنده حق يا مروة، انت فعلا قبولك واقع قوي ومش مقبولة، وإلا ما كانش أهلك رموكي ما سألوش فيكي. واتقمصت مروة وزعلت من كلام لؤلؤ، قالت لها يا بنتي ما تزعليش ده أنا بهزر معاكي. وفعلا بان على مروة نظرات الحقد والغيرة والحسد، وإنها متضايقة جدا من لؤلؤ. لؤلؤ استأذنتها قالت لها أنا هطلع بقى ارتاح شوية فوق لغاية ما ماما تخلص الاكل. وفعلا طلعت لؤلؤ اوضتها ومسكت الهدية اللي كان جايبها لها بدر الايام اللي كانوا بيتقابلوا فيها، واتصلت بيه وبتقول له الو. قالت له الله الحمد لله على سلامتك. قالت له الله يسلمك. قالت له ايه اللي جابك المستشفى وانت عارف ان طارق موجود؟ قال لها انا حبيت اطمن عليكي، انا بتحرك بقلبي مش بعقلي يا لؤلؤ، وقلبي اللي بيمشيني. قالت له انا كمان، بس المشكلة دلوقتي انا من ست متجوزة وما ينفعش اسيرك في الكلام ده. قال لها طب وانا اعمل ايه؟ اي نعم انا موجوع بس برضو بحبك ومش قادر ما احبكيش. قالت له يا بدر انا مش هقدر اتكلم معاك كتير في الكلام ده عشان انا متجوزة. قال لها على فكرة انا قابلت جوزك وكان شكله كده تقيل وغلس ودمه تقيل. قالت له بدر. قال لها انا اسف. وبعد كده زعلت لؤلؤ ان بدر شتم طارق. بعد كده قال لها عموما سلام، وقالت له سلام، وقفلت الموبايل وقفلت المكالمة على كده بقفشة بين لؤلؤ وبدر، علشان هو اتكلم بطريقة وحشة على طارق. وحيرة لؤلؤ بتستمر، الصراع الداخلي اللي بينها بين بدر وطارق مش قادرة تحسمه خالص. مامتها جابت لها الشوربة وبتقول لها يلا انا جبت لك الاكل لغاية هنا عشان ما تتعبيش. قالت لها ماليش نفس. قالت لها مالك؟ قالت لها قلبي موجوع. قالت لها يخرب بيت قلبك ده اللي هيجيبك لورا يا بنتي، عيشي حياتك، انت ما تصدقي الحزن كاتم عليكي، ده طارق ده اللي بيتجوزك بيحبك حب نص الستات المتجوزين ومش طايلين نصه، حرام عليكي، وما تجيبيش سيرة بودة ده خالص هو اللي هيضيعك. قالت لها يا ماما ده بيحبني بجد. قالت لها لا لو هو راجل بجد ما كانش جه زارك قدام المستشفى وقدام جوزك وقعد قدامه في الأوضة وكان عارف انك على ذمة راجل تاني، يعني لو كان عنده ذرة رجولة ما كانش جه ولا عمل مشاكل. قالت لها اصلك انت مش فاهمة حاجة يا ماما. وزعلت مامة لؤلؤ ومشت، وقالت لها براحتك بس انا خايفة عليك وخدي نصيحة مني. في الوقت اللي طارق راح لمامة داليا وبتحكي له اللي حصل، وطارق بيعمل نفسه مش عارف طبعا وبيقول يا حرام يا عيني صعبان عليا داليا حبيبتي، وبيصدق كذبتهم وبيختبرهم. طارق قال لها طيب ممكن اخش بقى اطمن على داليا علشان هي صعبت عليا، والبيبي كان نوعه ايه؟ مامة داليا قالت له كانت بنت. الله الله انا كان نفسي فعلا في بنت من زمان، يلا بقى ربنا يرحمها. وبيفوق داليا وبيقول لها عامله ايه؟ قالت له جايه ليه يا طارق؟ قال لها جاي عادي اطمن عليكي. قالت لها ابننا مات يا طارق. قال لها ابننا مش كانت بنتنا؟ واتصدمت طبعا مامة داليا. وداليا فميل طارق عليها لما قال لها يا داليا لما تحبوا تكذبوا تبقوا متفقين على الكلام، عشان عيب الست المحترمة اللي ورا دي تبقى انت وهي مش متفقين على الكلام، انت بتقولي ولد وهي بتقول بنت. الست اللي محترمة دي اللي ورايا اللي هي امك لسه قايله لي بنت يا داليا. واتصدمت داليا لما عرفت ان طارق كشفهم، ولسه مامة داليا بتكلمه. فطارق صار عليها وقال لها اخرسي بقى كفاية، حرام عليكي بقى يا شيخة
انت ايه، انا كنت محترمك لغاية اخر لحظة، عيب على سنك وشكلك ومقامك انك تكوني ست كدابة ونصابة. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ حرام عليك يا شيخة، حرام عليك اللي انت بتعمليه ده، كدبة. وانا كنت عارف الكدبة اللي بينكم وبين بعض ده من الاول، لكن عشان اعرف نفسك المريضة يا داليا وسقف مرضك، سقفك الغبي ده هيوصلك لغاية فين عشان تحسسيني بالذنب وتكرهي مالك فيا. لسه هتتكلم داليا؟ قال لها اقسم بالله العظيم كلمة تانية هطردك انت وامك بره البيت. انا بس اللي مصبرني، انا مخليكي هنا بس علشان مالك، ولولا مالك كنت طردتك انت ومامتك دي بره البيت خالص، ولا اي كلمة تاني قسما بالله هطردكم بره. انا لو حسيت ان مالك نفسيته اتأثرت سنة واحدة بس هدمرك يا داليا، هدمرك إلا مالك. وقال لها أنا جاي ألم هدومي وأمشي، مش عايز أشوف وشكو تاني هنا لغاية ما ألم هدومي، ويلا اخرجوا بره، غوروا اطلعوا بره انتوا الاتنين. وطردهم طارق من الأوضة، وفعلا جريوا ومشيوا بعد ما طردهم طارق، وقعد يقول يا كدابين يا نصابين، حرام عليكم يا كدابين. وكان سائر جدا طارق. في الوقت اللي نهال كانت بتزور منا بنتها في المقابر، وكان معاها تامر وبتقول له لسه بتحبني يا تامر؟ قال لها ايوه انا مش هبطل حب ليك يا نهال، بس لازم تشيلي موضوع الانتقام ده من دماغك. قالت له لا ما ينفعش، ما اجيبش حق قهوه يا عايشه، وما اجيبش حق قهوه يا ميته. قال لها وانا افضل معاكي لغايه ما تجيبي حق منا، ومش هسيبك ابدا يا نهال. كاميليا بتروح المستشفى وبتكلم منير عشان تصلح الموقف اللي عملته الصوره. قالت له انا قلت الماهر ما يشيرهاش. منير قال لها ما هو مسح الصوره. قالت له بعد ايه؟ قالت له خلاص انا هسأل عليها في الريسبشن. وسألت عليها ولكن للأسف كانت لؤلؤ سابت المستشفى ومشت. وكاميليا زعلت قوي. في نهال كانت مروحة وبتقول لتامر هتتغدى معايا النهاردة. قال لها بتعرفي تطبخي ولا نعمل سندوتشات؟ واتفاجئت بوالدتها في قدام باب الشقة بتقول لها انا جاية ليا ماما. قالت لها انا مش جاي عشانك انت، انا جاي عشان اسأل عن منا، وطالما منا مشينا خلاص انا اطمنت عليها خلاص. في الوقت اللي لؤلؤ راحت لبودة في الورشة وبتقول له انت مركب الوش الخشب ليه وبتعاملني كده ليه؟ قال لها قلت له في البن. قال لها مفيش. قالت له ناكل كشري. قال لها ما باكلوش. في الوقت اللي وهما بيتكلموا مع بعض لؤلؤ بتقول له انا مش عايزة نتكلم في اي حاجة قديمة، خلينا نتكلم في الحاجات الحلوة. في الوقت اللي كانوا لسه بيتكلموا مع بعض لؤلؤ لمحت طارق وهو داخل على الباب علشان يكشف حقيقة العلاقة بينهم، وهنشوف الحلقة اللي جاية ايه اللي هيحصل بعد ما طارق كان داخل عليهم في الورشة. ودي كانت قفلة الحلقة، والى اللقاء في الحلقات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.